طب بس انا عايزه اقول سر. قولي ممكن؟ قولي. ممكن. اه طيب، انت كنت مرتبطه بنجم زملكاوي كبير، مش هقول اسمه. ايوه انا كنت وكان قصه ليش حب اسمه؟ كبيره. ايوه صح. حلو. ايوه فهل انت، وكان في مشاكل من اهله ان هما مش عايزين ايوه صح. الجوازه، فانت اتجوزتي محرم فؤاد كيدا في النجم ده؟ على فكره هو كان بالظبط طبعا. من انت الناس اللي حرقت لي الاسترسال، انت حرقت لي تكمل الحاجه. يعني هو محرم في فؤاد الاول، نفسه بصي هو كمان في كان الاول معجب بحد مش كده، وجوزت حد هي مش تاني. كده كده، هي في الاول يعني يعني هو مش مقصود بيها محرم، هي جت كده. ايوه بس هو جت كده ليه بقى؟ بس هو ده قصه حبك الحقيقيه في الوقت ده يا سوير؟ بصي لا، هو في 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 قبله زميلي في الفرقه طبعا شوقي نعيم الاولاني ده، وانا صغنونه كده. اه والله. ده اللي بعده اوكي. بقى، ده اللي بعده على طول، وبعدين بقى محرم. يعني جزئيه جامده من اللي انت بتقولي دي مظبوط، وانا على فكره قلتها في حوار، يعني مش حاجه جديده. طب بس ما قلتيش مين. انا عارفه مين. بغض النظر مين. لا لا لا. طيب خلاص، بغض النظر عن مين، انا عارفه مين. انا اللي انا يستوقفني ان انت حبيتي محرم فؤاد بعد الجواز بعمق شديد. اه يعني هو انت سيبك من اللي قبله، انت حبيتيه لدرجه ان انت سمعتي كلامه وما كنتيش بالزبط. بتشتغل. لا طبعا، بس وبعد زن رهيب يعني منك. بعد 6 اشهر من جوازنا انا حبيته جدا بصراحه. يعني كان عمل ايه خلال ال6 شهور تخليه يخليه يحب؟ ممكن لما يكون اللي قدامك ده بيحبك بجد، وبعدين هو اصله مش انسان عادي برضه، هو محرم فؤاد برضه مطرب طبعا. وليه جماهيريه ومش اي حد يعني، وهو حبه وحنانه ممكن يخلي البني ادم. وانا يعني ما كنتش يعني مش غرامه انتقام يعني، مش قوي، مش عند قوي كده، يمكن انا قلتها كده، بس هي مش عين. هو كان فات فتره يعني، بس ما جاش في، انا ما كانش في بالي محرم فؤاد يعني. يعني هو اللي كلمك في التليفون، انا ما رحتش العزومه طبعا، ولا ما صدقي او ما صدقيش يعني، ما شفتوش خالص. هو عشان كده جري وراكي واتجوزك. جا المسرح بقى بعدها، وجاب فتحي ستار كان المخرج وكده، وجا المسرح وجا قال لي على طول انا عايزه اتجوزك. طب اتطلقتي ليه؟ انت اتطلقتي طلاق؟ بصي بقى، انا قعدت فتره يعني، قعدت مثلا 13 سنه. 13 سنه كان فاكرين الناس انك قعدتي 4 سنين بس. لا، بعد 5 سنين كان في فتره انفصال. اوكي. طلاق فعلا. لان كنت عايزه ارجع شويه الشغل، وكان يعني هو كان ما كانش قايل لي ان انا مش هشتغل، ده كان قايل لي ان انا هنعمل حاجات استعراضيه وبتاع، بس قعدت خلاص ورديت وبتاع وحبيته وقعدت وكل حاجه. انا قعدت من واحدة في الفرقة بتلف العالم وتلفزيون وده وده وده، فقعد كمان قعد، وبعدين ما خلفتش يعني، ربنا ما أرادش. مش انت اللي ما رضيتيش يعني؟ لا لا لا، دي حاجة بتاعت ربنا. حاجة بتاعت ربنا. ما فأنا طبعا تعبت نفسيا شوية، طبعا متضايقة، بقى عندي ملل، وبرضه في شوية حاجات مع العشرة، مع العشرة انتوا الاتنين، فيعني بتتضايق يعني، عارف ازاي يعني؟ يعني هو ايه سبب الانفصال؟ مش هتصدقي، حاجه تافهه جدا جدا، بس انا بقى يعني كنت جامده جدا يعني. يعني بعد 5 سنين ابتديت ارد بقى. في الاول كنت يعني بهابه شويه، لما بيتنرفز او بيتعصب بيبقى صوته عالي، وانا كنت برضو صغيره وهو برضو حاجه كبيره برضو يعني، عارفه ازاي؟ ايه سبب الانفصال؟ يعني ما هقول لك يعني حاجه اللي هو يعني الاولاني، الانفصال الاولاني. بس في ناس انا عارفه هي جايبه الكلام ده منين، انت 5 سنين بس ومش عارفه ايه. لا انفصال طلاق، بس جالي في لندن، كنت مسافره ومعايا خالد الامير وصلاح فايز، وكانوا موجودين هناك، وبليغ حمدي كان هناك طبعا، كان مسافر وبتاع، وهو ما عارف ان انا زعلانه كنت ومسافرت وبتاع وكده، جالي هناك ورجعني هناك. في حاجه اسمها الشريعه بعد شهرين بترجعي. ايوه. بس في ناس بقى بيردك. يعني هو قال لناس انه لا، انت طبعا فاهماني مش هنتكلم يعني، انا قرطاس الليب اللي موجود. فالتانيين دايما يقولوا لا، بعد هو كان دايما يقول لهم بعد 5 سنين عشان مش عارفه ايه، عشان طب ايه سبب طب هو الطلاق؟ ايه سبب الطلاق في الاول 5 سنين؟ انت بتقولي اللي انا كنت عايزه اقولها دي. هو جاله مسرحيه اسمها القصاط، ولا القصاط وحاجه كده، نفس شبه كان السيد زين عنده برضو قصاط،
القصات حاجه كده يعني. فانا كنت قاعده بقراها بقى، ما انا يعني قاعده ما بعملش ولا حاجه، فقاعده بقراها. فحسيت ان المسرحيه كوميدي شويه، كوميدي شويه. فقريتها فقلت له يا محرم على فكره انت لازم يعني دورتك كوميدي لازم تجيب معاك كوميديان شويه يعني وكده. قال لي ليه؟ قلت له كده يعني. قال لي مش فاهمك انت بتاعت الفرقه القوميه. مش فارق انت. قلت له لا بصراحه بقى انا افهم في الفن طبعا. افهم طبعا في الفن. قال لي لا ما تفهميش. قلت له لا انا افهم. انت افهمي ما تفهميش. لا انا افهم احسن منك انت كده. حاجه كده ايه؟ ملها يعني عارفه ازاي؟ يعني اهانه يعني. انت ما تفهميش حاجه يعني. هو يعني رديت عليه وكانت بقى خناقه كبيره جدا جدا جدا. هل مد ايده عليكي؟ مره واحده بس. وكملتي معاه؟ كنت في لندن. في لندن كنت في لندن. وكملتي معاه؟ ليه؟ ما هو بقى ما هو من انا كنت لسه مخطوبه على فكره. كنت لسه كنت راح اشتري حاجات. يا نهارك ابيض يعني انت مد ايده. ما هو الاولاني دوت بعت لي حد. الاولاني اللي هي قالت عايزه بعت لي حد على هو لندن. غار وجاب نمرة. كانت شغلانه ودخل وسمع ان كان في تليفون عند الجيران عشان ما كانش في تليفون في ال ارجعي عايده ارجعي عايده سمع المكالمه. وانا كنت بقى ايه بره بقى عشرته عصبيته وغيرته. فقلت لا ده انا بتخض منه. فما جاء قال لي بقى انت ارجعي وهنرجع ومش عارفه ايه وبتاع وكده. هو ده سمع دخل بقى. انا كنت في الريسبشن. هو دخل على اوضه النوم في تليفون تاني عند زميله المطرب بقى. سمع بقى. قلت له لما هرجع لي. فعشان كده اتضربت يا عايده. اتضربت ضرب جامد قوي مبرح. وبعدين والله ما كانش زي يعني كان مش شايف يعني. ده لولا ان كان في الناس التونسي ده ومراته وكان زمانه وقتني. طب انا ده جاء خالد الامير والله وبليغ انه انت مجنون. طب دي لو نزلت تخش السجن. انت سامحتيه علشان انت حسيتي ان انا نزلت بقى احتراما لغيرته ولا سامحتي ليه؟ هو ما نزلنيش على طول على فكره. قعدنا بقى يطول ويجي له شغل بقى يطول مش عايز ينزلني مصر خالص. ويجي له شغل في امريكا ونروح امريكا ونرجع تاني وهكذا يعني شويه حاجات كده يعني. فقعدنا تعطلنا 4 اشهر كمان. ومصر بقى الولد اللي كان جاي بقى نزل قال لبابا وحسن وكل الناس.